أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أسبغت من نعم. لا إله غيرك ولا رب سواك. أسألك مسألة العبد الضعيف الفقير إليك، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على الحبيب سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، المبلغ عنك بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، بأبيه وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذه السلسلة المباركة من برنامجكم يا رب. وكما كان نقول ديما بأن هذه الكلمة ديال يا رب أو اللهم أو يا الله دليل الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة ديال الافتقار هي اللي كتجعل الإنسان كيعيش حالة ديال الاطمئنان، بمعنى أنه ديال سيدي ربي، واللي بغى سيدي ربي هي اللي كاينه، وهي الحالة إلى الإنسان فعلا 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 كيآمن بها كيعيش حالة الاطمئنان والسكينة، وهي المعنى اللي موجود في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان عنده حاجات في الدنيا هذه، وكلنا ذلك الرأى، كلنا ذلك الإنسان، كل واحد فينا عنده حاجة كيبغيها، حوايج كيبغيها، كيقضي الله حاجات وحاجات كتمنع. والإنسان بين هذه الحوائج الدنيوية في كبد، يكابد، ولذا قال تعالى: لقد خلق الإنسان في كبد. الراحة ما كيناش إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان متيقن، عنده واحد الإيمان قوي أن داك الشيء اللي ديالو راه يوصلو، واللي ما ديالوش ما يوصلوش، اللي بغاه عليه الله راه غتجي، اللي ما بغاش ما غتجي. ولكن هذا لا يعني أنه كيبقى قاعد، لا، كينوض كيتحرك. ولكن إلا ما جات شي حاجة وكان عقلو فيها وقلبو فيها، ما كيزعش، كيطمعش، تيقول خلاص ربي سبحانه وتعالى بغى لي شريك، نشوف حاجة أخرى، وربي كيعطي. كاين في بعض الأحوال الإنسان كيبغي واحد الحاجة، كيبغيها هي في حد ذاتها وكيطلبها. فكاين واحد الدعاء كعلمونا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء قضاء الحاجة، أي الإنسان بغي واحد الحاجة تقضى ليه. وحنا كنا كنسمعوا بعض الناس كيقولوا لبعضياتهم: سير راه حاجتك مقضيه، سير الله يقضي حاجتك. وهذا الكلام هذا كي ملي كيقوله شي واحد مثلا كيلجأ ليه الانسان، كيعتقد فيه الخير، تيقول له دعي معايا، تيدعي معاه وتيقول له سير راه حاجتك مقضيه، داك السيد كيحس بواحد الراحه وواحد الطمأنينه غير بديك الكلمه ديال الخير اللي قالها داك السيد. حاجتك مقضيه خصك تفهمها، حاجتك مقضيه كما بغى مولاي، كما بغى سيدي ربي، ماشي كما بغيتي انت. كما بغيتي انت راه يمكن يجي ويمكن ما تجيش، ومني ما تجيش هي كما بغيتي انت، عرف بان سيدي ربي ما بغالكش هذيك، بغالك حاجه اخرى، فكترتاح. هذه السعادة، هذه الطمأنينة. وتيبقى الإنسان رغم كل ذلك عنده كيبغي ديك الحاجة، ولذلك كيتوجه لله تبارك وتعالى. وكل الأنبياء كانت عندهم حاجة كانوا كيتوجهوا لله تبارك وتعالى. سيدنا زكريا كان باغي الأولاد: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره، فكانت عنده ديك الحاجة. فسيد النبي كيعلمنا أن الإنسان إذا كانت عنده شي حاجة أش خصو يدير. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم، عندك حاجة بينك وبين مولاك. عدد ديال خوتنا المؤمنين والمؤمنات شنو الحاجة ديالهم إلى الله تبارك وتعالى؟ الله إلا كيجيو مساكن الشوق إلى زيارة بيت الله الحرام إلى الحج كيبكيو تنقول له زيدك وطلب الله سبحانه وتعالى يحققها، وراه غادي يحققها كما بغاه هو ماشي كما بغيتي انت، والوقت اللي بغاه هو ماشي الوقت اللي بغيتي انت. فغير داك الشوق ديالك باش تمشي تحج داك البيت طاعة لله، راه خير كبير. فمن كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه، فليتوضأ وليحسن وضوءه بمعنى ليصبغ وضوءه. ولما كنقولوا ليصبغ وضوءه ماشي يضيع الماء، السطيلة ديال الماء يمكن يتوضأ بها الإنسان، السطيلة صغيرة يتوضأ بها الإنسان. ثم ليصلي ركعتين، يصلي جوج ركعات داكشي اللي حافظ، الحمد لله رب العالمين قل يا أيها الكافرون الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد، ما حافظ إلا الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد، يصلي بالحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد، ويعاود يصلي الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد، ثم يثني على الله بما هو أهل الله، يثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهل الله، أي يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقول هذا هو الثناء على الله، هذا هو وكيتسمى حسن الاستهلال، تثني على الله بما هو أهل الله حمدا تحميدا وتسبيحا وتكبيرا. وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليحمد الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشكل القوي حنا في ذلك الدعاء ديالنا اللي عندنا في المساجد، لا إله إلا الله ربي وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وله المصير وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وإفضاله. شرع النفس الجمع علموه لنا، شوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش كيقول يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وداك وحنا اش كان عندنا في ذاك الدعاء ديالنا، انه يحفظنا سيدي ربي سبحانه وتعالى ويجازي المحسنين، هادشي اللي كان، ويحفظ ولي الامر ديالنا، احفظ بلادنا، هذيك حاجه كانت عندنا عقب كل صلاه كنا كنقولوها. دابا هذا الانسان عنده واحد الحاجه بينه وبين الله، بغى يحج، بغى شي حاجه بينه وبين الله تبارك، او بينه وبين شي بني ادم شي انسان، يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي جوج ركعات داكشي اللي حافظ، ولكن يصلي وحاضر الدهن، ثم ما يكمل الصلاة يخرج من الصلاة بالسلام يثني على الله تبارك وتعالى بالحمدلة أو بالتهليل والتكبير، لا إله إلا الله ربي وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وله المصير وعلى كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لا إله إلا الله الحكيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها وسهلتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن شنو الدعاء؟ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، أسألك رحمتك كل ما يوجب الرحمة من عندك. الله سبحانه وتعالى يقول على نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. الله رحمن رحيم، حنا كنقولوها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رحمة سيد ربي كبيرة جدا، ولكنها لمن؟ ورحمتي وسعت كل شيء. إذا هذا رحمة سيد ربي سبحانه وتعالى ماشي لأي واحد، الإنسان الذين يعني الإنسان اللي يمتقي الله تبارك وتعالى. بمعنى الرحمة دي سيد ربي راه شملت الناس جميعا في الدنيا، الناس جميعا المؤمنين وغير المؤمنين، والدليل على ذلك أن الناس عايشين حتى اللي ماشي مؤمن راه عاطيه، وهذا من رحمة الله به. لأنه لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن كيعطي. ولهذا ما تستغربش لما كتشوف العطاء ديال الله لغير المؤمنين اللي كنعتقدوا فيهم انهم غير مؤمنين. لماذا؟ لانهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يا اما ملحدين يا اما وثنيين يا اما يا اما يا اما، وربي عاطيهم. علاش؟ لانهم خلق من خلق الله. ليه؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الغبائث ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه، فالذين آمنوا به وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذيك الرحمة هي غدا يوم القيامة غير المؤمنين، ولكن في الدنيا كيعطيها للكل. ولهذا في الدنيا احنا كنطلبوها حتى هذاك غير المؤمن إلا قال يا رب كيعطيه سيد ربي، ولا ما قالهاش كيعطيه. علاش؟ لأنه هو اللي خلقه، ما غينساش. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي في مقامي هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة طلب، ولا حاجة أي حاجة هي لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها وسهلتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعود هذا الدعاء. إذن بعد ما يتوضأ الإنسان ويصلي جوج ركعات يتوجه الله تبارك وتعالى يثني عليه. ما معنى يثني عليه؟ لا إله إلا الله، ربي وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وحي لا يموت، بيده الخير وله المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.